ثابت اعرف رايك برضو. الدنيا فلتت من كابتن عصام عبد الفتاح، الدنيا فلتانه منه خالص، تصريحاته الكتير ديت مفيش حد كل يوم يطلع يعمل تصريحات كده وبيستعمى الناس، يعني بيستعمى في كل الحالات. انت الناس مش شايفه مثلا، وكل الناس شايفه والخبراء التحكيمين بيتكلم، وكمان يعني بصراحه يعني عدم وجود حكم مصري في كاس العالم اكيد مسؤول عنه لجنه التحكيم. لا، كابتن عصام رد وقال لك ان كل اربع، يعني كل اربع خمس دورات مصر بيروح لها، بتروح كاس العالم مره. لا يعني ده بيقعد يرد برضه ردود غير واقعيه للامانه. انا متفق جدا مع كريم ان لازم لجنه تحكيم اجنبيه، مش شرط حكم اوروبي، ممكن تجيب حكم اسيوي، ممكن في محاضرين دوليين اسيويين كويسين جدا. وكابتن عصام محاضر دولي بالمناسبه. لا محاضر عن محاضر، يعني في محاضر اللي هو بيبقى فوق اللي بيدي الحكام المصريين، يعني لقب المحاضر اللي هو الاسيوي، يعني زي المحاضر الاسيوي اللي علق على كره النادي الاهلي والبنك الاهلي، ده محاضر معترف يعني مسجل يعني. لكن انا شايف بصراحه ان الدنيا فلتانه منه خالص، بيطلع يشوف الكوره، يعني اي لعبه بيتكلم عليها بيستعمل الناس، يعني لعبه تبقى ضربه جزاء واضحه يقول لك مش ده، طب ما تطلع ما تتكلمش، يعني انت لو سكت حتى ليه لازم تعلق وتستعمل الناس وتقول لهم ان هي ضربه جزاء؟ انت بتستفز الناس.